اخوان السلام عليكم، مع مورايد في فيديو جديد. هذا الفيديو تعطلت عليكم شي شويه، ولكن جبت لكم فيديو اللي مفيد، غيكون غينفع الناس اللي باغيين يشيروا موطور وما عارفينش شنو خصهم يديروا. غنبارطاجي معكم شي حوايج اللي ما يخليوكمش تقلبوا وما يخليوش الناس ينصبوا عليكم. غادي يكون هذا الفيديو هذا مقسوم على جوج. الجزء الاول هو هذا اللي كتفرجوا فيه، غنحاول مثلا نشارك معكم شنو خصك تعرف، شنو خصك تسول، يعني بلا ما تمشي عند الموطور، يعني الكارت غريز كيفاش الموطور مريقل ولا ما مريقلش. الجزء الثاني غيكون السيمانه الجايه ان شاء الله، اللي هو كيفاش غادي نقلبوا الموطور، شنو الحوايج اللي كتضربوا في الموطور. هادشي كامل غادي يكون معنا، بقاو معنا من بعد الانترو. اخوان السلام عليكم من جديد. كما قلت لكم من قبل الانترو، هذا الفيديو هذا غيكون هو الجزء الاول ديال كيفاش نقلب ولا كيفاش نشري الموتور بلا ما نتقولب، كيفاش نقلب الموتور بلا ما نتقولب. قافيه جايه زوينه. المهم اخوت باش غادي نبداو، اولا كنحددوا الموتور اللي غادي نشريو. جوج العوامل رئيسيه تيخليونا نعزلوا الموتور اللي بغينا، شنو هما؟ هو البيدجي اللي عندك، يعني ما يمكنش تشري موتور اللي انت ما عندكش فلوسو. وثانيا الاستعمالات ديالك ديال هذا الموتور، هذا الموتور هذا فين بغيتي تخدمو، على حساب واش عندك مدينه بزاف، واش كضرب طريق طويله، واش لا بيست ولا شنو باغي. الاحتياجات ديالك ديال هذا الموتور والبيدجي، يعني جوج عوامل هما الرئيسيه اللي تتخليك تعزل الموتور اللي باغي. تندوزو للمرحله الثانيه اللي هي نعرفوا هذا الموتور اللي بغينا حنا شحال سوي في السوق، بلا ما نبقى نحمقوا راسنا ونبقى نسولوا الناس بزاف. الطريقه اللي كنستعمل انا وما كنستعملوا غالبيه ديال الناس هي كتدخل لمواقع البيع والشراء وكتبقى تشوف الموتور شحال سوي في السوق، يعني ماشي غتشوف واحد ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه، تتبقى تشوف مثلا عندك قصد واحد الموتور كدير السميه ديالو، وتبقى تشوف على حساب الموديل وعلى حساب الديوانه وعلى حساب المقاوه. ديما غتلقى الاثمنه تتختلف، ولكن ما غاديش تفوت واحد السقف وما غتهبطش على واحد الحد الادنى، يعني غتلقى تتراوح ما بين واحد العدد وتما تيولي تيلعب على حساب المقاوه وعلى حساب الموديل وعلى حساب. وديما حاول ما امكن ما تشوفش دوك اللي رخاص بزاف، حيت قال لك عند رخصو كتخلي نصو، هذا راه مثلا مغربي معروف، يعني راه ماشي غير جو قالوه. يعني بهذه الطريقه هذه كنشوفوا بزاف ديال الماطر، باش نشوفوا الاثمنه على حساب الموديل، كناخذوا فكره عامه على الموتور شحال ساويها ما بين وبين، على حساب النقا وعلى حساب الموديل ديال الموتور. باش فاش نمشيو عند السيد اللي غنشريو عنده ما يحشيها الناس، ما يجيش يقول لنا ثمن خيالي وعاد بقى ينقص لينا ويجيب لنا الله حنا راه دار معنا ثمن مزيان. هذا من جهه. تندوز للمرحله الثانيه اللي هي نسولو على الموتور، الموديل ديالو والديوانه ديالو، نسولو على الترقيم اللي فيه. هذه حاجه مهمه ومهمه ندوز لها بالتفاصيل من بعد على الترقيم. الترقيم كاين بزاف ديال الانواع. المهم نسولو على الحوايج اللي كيقلبوا الناس غير بالتليفون، بعدا تشوف عدد الموتور يصلح لنا بلا ما نضربوا عليه الطريق. ندوز اخوتي الكارت غريز ونشوفوا كارت غريز كيكون فيها الترقيم الفوق، يعني ما تريكو العادي ديال المغرب الف شي حاجه ولا باء ولا مهم على حسب المدينه اللي كاين فيها، ما عندهاش مشكل في هذا الشيء. من تحتو تحتو كاين الترقيم السابق على اليمين، هذا الترقيم السابق كاين فيه بزاف ديال الانواع وبزاف ديال الترقيم، يعني وغنشوفوا شكون هو احسن ترقيم اللي يمكن نشريوه، واحسن الترقيم اللي يمكن نديو، واش الترقيم اللي خصنا نبعدو منه. هادشي كامل غادي نذكره. اولا الخوت كاين الترقيم السابق كتلقاه ديال برا، الترقيم السابق ديال برا، يعني كتلقى ماتريكو ديال برا، موتور مشري برا في اوروبا ولا في كندا ولا في شي دوله منين جاي الموتور ودايرين له الترقيم ديال ديك الدوله تمايا، هذا هو الترقيم زعما اللي كان قبل من هذا ديال المغرب. ها الى حد الان ماشي مشكل، هذا الترقيم هذا ما عندناش فيه مشكل، هذا مزيان، هذا هو الغالبيه اللي كاين عند المغاربه، يعني الماطر تيجيو من برا مديونين وتيدار لهم ترقيم ديال المغرب، ما عليناش. كاين الترقيم دبليو في ماروك، هذا دبليو في ماروك يعني موتور مشري في المغرب، مشري في المغرب هنايا في لاميزو، هذا ما عندناش فيه مشكل. وفي الاخر نقول لكم شكون هو احسن ترقيم. كاين اخوتي الصو، الترقيم السابق فيه الصو، هذا الصو هذا بوحدو فيه بزاف ديال بزاف ما يتقال، يمكن يكون موتور ديال سيزي يعني ديال المزاد
مطر نشري من المازاد كيكون مثلا تسيزة في الديوانة ولا في شي حاجة وتيكون شراوه الناس كيجي وكيشريو واحد البول في بزار المطر هذا تيكون مريقل. كيمكن يكون عاوتاني موتور اللي مشري على برا دوبل في موتور مشري على برا دوبل في وما مروليش برا يعني ما مشاش تسجل دخل هكاك نيشان المغرب حتى هذا يكون فيه الصو حتى هذا يمكن يكون فيه الصو. وكاينه الحاله اخرى اللي هي اخيب حاله اللي هي هذا الموتور تيكون داخل بياس ما مديون ما والو يعني موتور خاوي ما مريقلش وكيكون طالع له دوسي. كاينين بلادنا هذه راه المغرب وحنا تنعرفوها كاينين سماسريه الناس كيمشي وسامحهم الله تتلقى يعني موظفين فاسدين في الادارات كيطلعوا اوراق الماطر اللي خاويين وهذا هو اخيب حاجه يمكن تطيح فيها هي تطيح في هذه الصواده اللي غير مقدلها دوسي هذه هي اللي خلات ديك الصو تولي خايبه حيت راه ماشي الصو باش كنا فاهمين ماشي الصو كامله خايبه. دوز اصبويا كما قلت لكم الصو كامله راه ماشي خايبه الصوره فيها المزيان وفيها اللي ما مزيانش باش نعرف انا هذا الموتور اللي فيه الصو واش مشري على برا جديد واش مشري من المزاد واش 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 ضروري غادي تكون عنده وثيقه اخرى يعني اي واحد هذوك اللي تيكون عندهم غير مطلعين دوسي ضروري غادي يكون عنده الصو غادي يجي غايقول لك اخويا هذا الموتور راه مشري من السيزي ولا هذا الموتور راه كذا وكذا وكذا يعني واخا ماشي صحيح غايكذب عليك باش يطلع القيمه ديال الموتور ديالو ما يمكنش غايجي يقول لك اخويا هذا الموتور راه طالع له غير دوسي ما يمكنش يعني باش غادي تعرف تتكون عنده شي وثيقه لا كان مثلا مشري على برا راه غيكون عنده الوراق باش تشرا من لا ميزو كان موتور مشري من السيزي غتكون عنده الورقه ديال السيزي يعني هادشي اللي بغيت نوصل لك ماشي غير خارجه لوكارت غريز صافي هذا ما كافيش. وكاينه حاله اخرى اخوتي تكون كارت غريز مازال ما خرجاتش السيد بغيت كاتب معاه وعجبك موتور ما قادش تصبر وموتور اللي واعر ولكن كارت غريز مازال ما خرجاش يلا عنده الرولاج ديك الورقه اللي كيعطيو بيد ما تخرج الكارت غريز في هذه الحاله من وجهه نظر ديالي ما تسرعش خلي السيد حتى تخرج له كارت غريز توكل على الله اما الا توكلت على الله وهو مازال ما خرجلوش كارت غريز راه تقدر طيح في مشكل يقدر يكون داك الموتور داك الدوسي في شي مشكل ما يمكنش تخرج له كارت غريز والناس واقع لهم بزاف وفين خصك تجنب كاع بزاف هاد الحاله هذه ديال هاد الموتور اللي ما خرجلوش كارت غريز هو لا كان مطبوع بزاف د المرات لا كان تيمشي تطبع يعني موتور مثلا تلقاه مثلا 6 شهور هو دافع هاد كارت غريز ومازال ما خرجاتش هنا غيعطيه اتساع مازال لا كان ما كملش الشهر ولا غا 20 يوم شويه نقولوا هاد الموتور يلا السيد شراه وبغى يعاود يبيعه ولا مثلا شي حاجه بحال هكا ولكن الا كان 6 شهور مثلا وموتور هو تيدفع ولا اكثر غيعطيه اتساع اخويا هاد الموتور ما يصلح لكش. هادي اخوتي من ناحيه ديال الترقيم من ناحيه ديال الترقيم السابق ولا الصو يعني هضرنا فيها حول ما امكن نهضروا فيها بالتفاصيل ندوزو لحاله اخرى ديال الخواط اللي تتكون في الكارت غريز موتور انا غنشري مثلا موتور فيه 600 في الماكينه والخيل دايرين فيه مثلا الخيل راه فيه جوج انواع باش ما تلفوش بويسونس فيسكال اللي كتكون مكتوبه في كارت غريز بويسونس فيسكال غنعطيكم مثال باش نشرح لكم بلي ديتاي مثلا اخوتي الطاي ماكس 500 معروف فيها بويسونس فيسكال فيها خمسة الخيل المهم كما كنقولوا وال 530 فيها 6 كتلقى مثلا كيهزو الكادر ديال 500 والوراق ديال 500 شي موتور قديم فيه كادر مازال مزيان وبالوراق ديالو والبياس المهم ما بقاش خدام المهم تيهزو داك الكادر وهذاك الوراق وتيشدو مثلا موتور 530 تاي ماكس 530 ايرون ولا البلاك ولا المهم تيكون داك الموتور خاوي موتور خاوي تيكون رخيص ساوي 2 مليون ولا 2.5 باش يولي يساوي الثمن تيهزو داك الكادر وداك الوراق ديال داك الموتور وتيركبوهم لهاد 530 ولكن انت فاش غتقلب كارت غريز غتلقى خمسة د الخيل راه باينة بلي هاد الموتور هذا راه راكبين فيه الوراق ديال 500 راه ماشي ديال 530 يعني هذه واحد الحالة أخرى ديال الغش كما تنقولوا ولا ديال الخواط تتكون في المطر حتى هي خصكم تردوا لها البال.
دوزو نديرو لوسانس ونكملو وطور الرايس كتلينا. اخوان هادشي راه ما بقاش ساهل، كان شحال هادي ماشي مشكل تدي موتور مثلا 500 في 5 بالخير ولا تدي الميل شحال هادي، راه كان كيعاود لي انا واحد السيد قديم في الماطر الايروان كانوا كيهرولي بها بالوراق ديال السيكوند، يعني كانت شحال هادي كانت الغفله، شحال هادي كان يعني حتى المخزن ما كانش كيحكر والماطر كبار ما كانوش بزاف. اما دابا حاول ما امكن تدي موتور اللي ليغال 100%، حاول ما تقولبش، حاول تسول، حاول تقلب مزيان، راه يوتيوب دخل غير يوتيوب اي حاجه بغيتيها غتلقاها كاينه، يعني ما عندكش عطر دابا باش تصيد، خصوصا مع هاد الخبره دابا اللي ولات موتور يكون فيه غير شويه ديال الخواط شويه الشك، موتور مريقل مريقل تديو الخبره، يعني فما بالك انا كان ما مريقلش، فهمتوني؟ يعني حاول ما امكن يكون عندك موتور مريقل باش كتبغي تبيع تبيعو بوجهك احمر. ندوزو اخوتي لواحد الجانب اخر اللي هو الكيلومتراج. انت اخويا تتبغي باغي تشري موتور موديل 2016 وباغي تلقى فيه 10000 اللي ضارب، راه تتقلب اخويا غير على اللي ضحك عليك والكليشه اللي كاين. موديل 2016 لوجيك مو يعني منطقيا راه خصو يكون ضارب واحد 40000 مينيموم. كاينين حالات نادرة تلقى موتور ضارب غير 20000 وهو موديل 2016 لو ضارب تقدر تخاطر تقل، ولكن حالات نادرة ماشي دابا باش تكون عارف هذا الموتور ديالي الا بغيت نقص له كيلومتراج راه 100 درهم، 100 درهم كاين السيد غنحيد له الكونتور نعطيه له نقول له شحال فيه بلا ما نعطيه الموتور نصيفط له غير الكونتور نقول له شحال فيه ديال الكيلومتراج شحال بغيت يولي فيه غير رد لي داك الشيء اللي بغيت انا ما غادي لي الزيرو غادي لي داك الشيء اللي بغيت، يعني ما تبقاش تثيقوا في الكيلومتراج وما تبقاش تخليه يكون عامل باش تحدد قيمه الموتور هذا الموتور واش تقي ولا لا، فهمتوني؟ موتور باغي تقلبو غادي تمشي عندو غاتديماري غاتسمع صوت الماكينه، اما الكيلومتراج ما تخليهش يلعب دور لا في الطوموبيلات لا في الماطر، حتى الطوموبيل راه كلشي دابا تيتنقص له الكيلومتراج باش تكونوا متفاهمين، حيت شحال من واحد تيجي تيبقى يقول لك شحال ضارب قدا وقدا صافي سمح لي اخويا، وتيمشي عند واحد اللي ضرب قل وتتلقى هذاك اللي ضرب قل احطبها على هذاك اللي ضرب بزاف، فهمتوني؟ يعني ما تخليوش يكون عامل الكيلومتراج غادي تقيسوا به ولكن ما تخليوش عامل 100%، حيت الاغلبيه دابا ماشي كلشي تيبدلوا تيلعبوا في الكيلومتراج كيما بغاو. واحد الحاجه اخوتي نسيت ما قلتها لكمش قبل فاش كنا نهضر على الترقيم الصو، الصو اللي كيكون غير مريقل لودوسي غالبا غالبا يعني اكثريه تتلقى نفس الموديل نفس الديوانه، مثلا غتلقى موتور موديل 2016 شهر 11 غتلقى ديوانه 2016 هو شهر 11، يعني بينات حتى الا كان شي الفرق غتلقى بيناتهم شي شهر، يعني غالبا تتلقى نفس لاداط هذاك عرفوا راه طالع لودوسي. واحد الحاجه مهمه سي سمو قلتهاش الترقيم ديال با 40 في المغرب دابا تتهضر مع بنادم تيقول با 40 تيقلب وجهو تيسولك كتقول له با 40 صافي تيقول اسمح لي اخويا دابا هذا راه غلط كبير غلط كبير وطايحين فيه بزاف الناس. دابا انا ساكن في طنجه الماتريكول ديالها هي 40 هي با 40 دابا راه وصلت للدال 40، مشيت انا شريت موتور دوبل في شريت دوبل في مثلا من ياماها ولا من كاوازاكي ولا بغيت ندير له ماتريكول، انا شاري دوبل في ما عمرو داير زيرو كيلومتر بغيت ندير له ماتريكول، اش ماتريكول يعطوني ديال كازا يعطوني ديال طنجه ب 40 دابا دال 40 يعطوني ديال طنجه يعطوني 40، يعني ماشي اي ماتريكول لقيتي فيه 40 صافي راه فيه الخواط، ها 40 حيت كان فيها هي المدينه اللي كان فيها الخواط بزاف كانوا كيطلعوا فيها الدواس، ولكن ما تعممش ماشي صافي غير 40 ما مريقلش ذاك الموتور، لا كانوا بزاف ديال المدن كانوا فيها موظفين فاسدين، نذكروا على سبيل المثال كانت الخميسات كانت الرشيديه 25 كانت طنجه، مي ماشي كلشي هادشي كان، ولكن دابا راه الحمد لله كلشي تبدل ما بقاش داكشي شحال هادي شحال هادي راه موتور خاوي ما بين 2000 درهم 5000 درهم تيطلع لك دوسي ديالو موتور عندك خاوي تتولي يولي عندك موتور مريقل. خوتي حاولت ما امكن نبارطاجي معكم داكشي اللي كنعرف، الا نسيت شي حاجه ولا ما ذكرت شي حاجه خليوها لي في لي كومونتير لتحت نستافد معكم حتى انا و...
وما تنساوش اللي ما دارش ابوني يديرها وفعلوا داك الجرس باش يطلع لكم النوتيفيكاسيون ديال الفيديو الجاي اللي غادي يكون تتم لهذا الفيديو هذا، كيفاش تقلب الموتور ميكانيك، يعني لا ميكانيك الموتور والدرامي الموتور، شنو الحوايج اللي خصني نركز عليهم في الموتور، شنو الحوايج اللي كيتقاسوا في الموتور اللي خصني نمشي لهم نيشان، هادشي كامل غنهضروا عليه السيمانه الجايه ان شاء الله. و بيس اند لوف.